رحبت المملكة بتقرير الأمم المتحدة الذي أكد أن تدخلات إيران العدائية ودعمها لميليشيا الحوثي الإرهابية بقدرات صاروخية متقدمة وخطيرة تهدد أمن واستقرار المملكة والمنطقة. كما رحبت المملكة بالموقف الأمريكي الذي أعلنت عنه سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في جلسة مجلس الأمن الخميس، وإدانتها لنشاطات إيران العدائية في دعم وتسليح الجماعات الإرهابية بما فيها حزب الله وميليشيا الحوثي الإرهابية. وكانت نيكي هيلي قد كشفت أن الصواريخ التي أطلقت باتجاه المملكة صنعت في إيران وأرسلت للحوثيين لاستهداف المملكة، بل استهداف مطارا أمنيا مدنيا كان من الممكن أن يسفر عن مئات الضحايا من المدنيين الأبرياء. تضييق الخناق على إيران سياسيا في المحافل الدولية لم يقف عند هذا الحد، فمن الأمم المتحدة إلى الولايات المتحدة، حيث وافق مجلس نوابها على مشروع قرار يلزم وزارة الخزانة بنشر قائمة من أصول وأموال القادة الإيرانيين وعلى رأسهم المرشد خامنئي، وسط دعوات برلمانية لتعرية كيف تستغل هذه الثروات في دعم الإرهاب. فهل نحن على أعتاب تحرك دولي جاد لوضع حد لتصرفات نظام الملالي؟